السلام عليكم. هذا جمع طيب تسعد قلوبي. ليس لي أن أتكلم أو أتقدم بين يدي مشايخنا وعلمائنا في شيء، أنا فقط أردت أن يسمع الجمع بأسره أن نشكر فضيلة الشيخ مصطفى العدو، فهو كما قلنا الآن كبيرنا وعليمنا ونبيلنا، رجل يعني أنا أتكلم عن مسألة كشاهد عيان دمس الخلق جدا جدا، أنا أتعلم ذلك من بعد، ما لكن احتكاك ما كان قريبا إلا في مسألة من سنوات كانت بيني وبين الشيخ، وكان الكلام على مسألة معينة وفقط، لكن عندما ذهبت لزيارة الشيخ رأيت عجبا، يعني إن شاء الله كأني رأيت السلف، يعني أحد من السلف، رأيت أحد من السلف دمس الخلق جدا، رقيق القلب، تواضع عجيب، والله تعالى كاتب له القبول، يعني المسألة تواضع عجيب. وحقيقة أتكلم بشيء مهم، لما سلمت عليه أقبلت على يديه أريد أن أقبله، قال لي يعني يا محمد، فقال ما السنة بذلك؟ قلت له ابن عمر فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا في أدلة كثيرة ثابت البناني بعد ذلك مع أنس، فقال السنة، فقلت له السنة، فقال شوف هذه المشكلة هو أصالة حقا، الذي عجبني هو الذي أعيش له، كأنك لا تحك رأسك إلى البريه. وأنا قلت قبل ذلك قيمة العالم أو قيمة طالب العلم تعرف بفهمي للدليل، وأنا أقول لا تحدثني عن مذهبك ولكن حدثني عن دليل مذهبك حتى أقيمك تقييم علمي صحيح، حدثني عن دليل مذهبك، لأن الأصل أن الله قال وما أتاكم الشافعي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صحيح الآية هكذا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأنت أصلا المذهب غايته ومنتهى الأمل فيه إنه يصل بك لن تفهم كلام الله وسنة النبي. لما أنا أوقفك على أن أنت تقول المذهب هذا العلم وتكون أنت هندي لا تعلم العربية كما قال الأخ، قال نحن لسنا لا نفهم شيء في الكتاب والسنة، ما حدش فينا يتعامل مع الكتاب والسنة. الذي عجبني أن الشيخ ما يتكلم بشيء إلا وترى أن بين عينيه إما الكتاب وإما سنة. أنا قلت ذلك هناك عند الشيخ، قلت من يساميه وهو بين الكتاب وبين السنة. أما قضية أننا يعني نظن في الناس أنهم لا يفقهون كلام الله وكلام النبي ونحجر واسعا ونقول لا يطلع على ذلك إلا المجتهد، هذا جهل مركب، لأن في نهايته ولازمه ضرب الكتاب والسنة عرض الحائط، ولأن الله قال لعلمه الذين يستنبطونه، فمعنى أنك تقول أنه أن العصر لا يكون فيه مجتهد أو مجتهد مطلق في أمران، الأمر الأول هذا حد نقلك على جهلك فقف عند جهلك لا ترتفع عنه، الأمر الثاني أنت الآن بتعطل لنا كتاب الله وتعطل لنا سنة النبي وأيضا تعطل الواقع، تعطل لنا كتاب الله جل في علاه عندما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين ما فيش حد يستنبطونه، لا ما فيه، يبقى إذا القرآن ليس صالح لكل زمان ومكان، هذه الأولى من اللوازم التي لو التزموا بها لسقطوا بل لكفروا، لكنهم أصلا يعني لا يلتزمون بهذا اللازم لكنهم يجهلونه، لذلك نبينه لهم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، النوازل هذه ما الذي ستتكلم فيها؟ ما فيش مجتهد، مين اللي هتكلم فيها؟ ما فيش مجتهد، يبقى ما الذي ستتكلم في النوازل؟ النوازل مستحدثات، صحيح؟ ما أنت مش هتنزل في كتاب ربك تجد في النازلة الحل، مع أن المقلدة أول ناس بتتكلم في النوازل وما لهم يهرفون بما لا يعرفون، لكن الكلام النوازل من لها؟ لم يكن المجتهد وعنده آلات الاجتهاد من سيتكلم في ذلك؟ ما سأتكلم فيها في النوازل، هذه أول شيء. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. طب هنا الآن العود كما بدأ وش معناها هنا الآن؟
معناها الآن أن العود كما بدأ كما أن الله جل في علاه اصطفى وانتقى من يكون مجتهدا للأمة يغرسه غرسا لحمل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن في إن كان في الأولين ففي الآخرين صورة حية لما كان في الأولين، وإن كان المسألة تتفاوت في إيش؟ في النسبة، لأن الله تعالى قال ثلة من الأولين، وإيش قال عن المتأخرين؟ وقليل من إيش؟ قال قليل، ما قال تنعدم، ولذلك النبي قال إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله لعبادة، ونصرة الدين لا تكون إلا بالعلماء. إذا النوازل ليس لها أحد. والأمر الثاني، إن لم يفهم المجتهد، إن لم يكن إلا المجتهد الذي يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجميع سامحوني فيهم إيش؟ فيهم ينجرون بالسلاسل، ليس فيهم أحد يعقل ولا يفهم. والنبي لما احتضن ابن عباس وش قال له؟ اللهم اجعله مقلدا نافعا نافعا متعا. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولا لا يمكن أن يتأتى هذا إلا في الكتاب والسنة، وأن يكون المرء بين الكتاب والسنة في ربوع. هذا ربوع العلم. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وإن كان البعض قال في الحديث في بعض الضعف مثلا فقط، ليس تعقيبا أبدا أبدا، أردت أن الشيخ تكون كلمته منفردة، لكن أردت أن أشكر ربي على وجود الشيخ وأبين ما جعلني صراحة يتعاظم الأمر عندي، أمر حضرة الشيخ بأنني وجدته بين الكتاب والسنة، بين الكتاب والسنة. ولا يمكن قبول أي أحد يتكلم بعلم لا علم له في الكتاب والسنة. وأما القول بأن لا أحد يعلم الكتاب والسنة إلا ما كانت له بعض الصفات، رحم الله الشنقيطي عندما يعني طحن طحنا، أنا طبعا في برمجندة بتتعمل وصيحات فارغة بتتعمل لأمر ليس فيه كبير، يعني كبير لا نرى كبير روعة في البروباغندا اللي بتحدث فيها، يعني أشياء شنقيطي حللها تحليلا تاما بطريقة رائعة عند تفسير قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا. فنزل نزلة لا نزلة بعدها. وأيضا ابن عبد البر جامع بيان العلم جامع لطيف، هذا يبينه إن شاء الله. لكن نحن نقول بأن العلم له أهله، والعلم لا بد أن نعلم أنه اصطفاء، وليس أي أحد الله جل وعلا يصطفيه للعلم، لكن أعظم الناس قدرا من ربطه الله بالكتاب والسنة. وأقول شعبي من أشرف أنا شاركنا في ذلك، رضي الله عنك وأحسن الله عليك بإحسانك إلينا سعدنا بك. الشعبي كان يقول العلم حدثنا أخبارنا أنباءنا وإلا فخل وبقر. اللي عايز يأكل يأكل، لكن اللي عايز يتعلم لابد أن يسمع حدثنا وأخبارنا. تتأتي تقول لي الشافعي قال، ممتاز ممتاز الشافعي قال، ونهايته أنا لما أذهب إلى ربي في هذا الباب وسألاني عن كتاب وسنة النبي ماذا سأفعل؟ مقلد. أنت مقلد ممتاز، أنت مقلد بتقلد لتبرأ ساحتك، تتعبد لها يا رب أنا مش فاهم ما عرفش ماذا أفعل، خلاص كفاياتك واتقوا الله ما استطعتم، اتبع عبام. لكن يعني لما تقف وأنت مقلد لتؤصل وتنظر وتناظر اخرس اخرس، انت لا تفقه، انتهى الموضوع. ما دام انت مقلد فانت ديانة تبرق ساحتك، لا مجال لك في العلم ولا في الكلام ولا في التقصير ولا في التنظير. من انت اللي تتكلم؟ وش اللي عندك من كتاب الله والسنة من اجل ان اجلس نسمع لك؟ العلماء بأسرهم لو اجتمعوا قاطبة كلامهم يستدل له، لا يستدل به، غايته أنه موصل جيد إلى المنارة الصحيحة والشمس الصحيحة، غايته غاية إمام المذهب أنه يوصلك ليش؟ للنبي. وهذا الذي قاله أحمد. وش قال أحمد؟
لا تأخذوا مني ولا من ابن عيينة ولا من مالك، خذوا من حيث أخذنا. ونحن نقول الآن، نحن إذا أردت أن تأخذ من حيث أخذ، امشي على طريق أسلوب ضرب السالفين، واعلم كيف كانوا يتعلمون طريقة التعليم. وأنا تكلمت في مقدمة قبل أن نشرح الشرح الثاني، لأن في دكاترة أصلاً وإخوة من اليمن طلبوا مني إعادة شرح المتن بالطريقة على التوسع علمياً، فأنا بيّنت في المقدمة الحضرمية كيف أظهر العالم النبيل الشافعي البابن الشاسع والفرق الواسع بين المتأخرين والمتقدمين. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتأويل. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. أنا أردت فقط أشير إلى أن ما وقع في قلبي وتنامى وتعاظم أنني وجدت فضيلة الشيخ مصطفى حقيقة، وجدته بين ربوع الكتاب والسنة. لذلك قلت كلمة وأعتقدها من يساميه. أنا لا أعترف بأي طالب علم لا يستطيع أن يفقه عن الله عن الرسول، ولو تكلم في مسألة لا يعرف أصلها. طب وين أصل مسألة؟ تخرج على إيش؟ ما أنت رجل بتحمل احمل وبرأ ساحتك، لكن لا تقف للناس أنك إيش؟ معلما منظرا الإجماعات خرقتوها، الإجماعات الإجماعات رميتوها خلف الظهر، أم هو جهل منكم؟ ابن القيم نقل في إعلام الموقعين قال أجمعت الأم أن 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 التقليد ليس بعلم، وقال أجمعت الأمة أن المقلد ليس بعالم ولا يأخذ منه شيء، إجماع. وابن عبد البر جمع بهم أيضا قال هذا الكلام، قال الإجماع منعقد أن التقليد ليس بعلم. فلذلك قلت عندما نظرت لفضيلة الشيخ يعني قلبي طاب، لأني لا أحب من لا يعظم الكتاب والسنة ولا يعقل عن الكتاب والسنة ويقول للناس أنتم لا تفقهون الكتاب والسنة، كما قال بعضهم أيضا إن ما في شيء اسمه مجتهد، ما في. وطبعا يقول الزمان عز إن يكون في مجتهد، قوم ضلال، من قال بذلك فهو ضال مضل. لما لازمه أن أنه يصادم الكتاب والسنة، وإلا فليجب لنا عن قول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه. فنقول الآن الإجابة حاضرة بأن الكتاب ليس صالحا لكل زمان ومكان. طالما عز الزمان أن يأتي بمن يستنبط، يبقى القرآن مش صالح لهذا الزمان، لأنه كلامه هنا لعلمه الذين يستنبطونه فين؟ في الأولين. طب والآخرين؟ لا، القرآن مش له. شوف اللازم، شوف اللازم الباطل. لو قلنا ان مفيش مجتهد، عايز زمان يأتي بمجتهد. طيب، والأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شفاء العي ليش؟ هل سألوا حين؟ هل سألوا حين جاهلوا؟ نما شفاء العي؟ طب يسأل لمن؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهن كل الناس، صحيح؟ خطأ. قال النبي لا يعلمهن كثير من الناس، فهم جهل في الأصول أو هم عندهم علم الأصول المنطوق والمفهوم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، هذا منطوق، وش مفهومه؟ ها بيعلموا قليل، لا هم يقولون ما فيش قليل، عز الزمان ما فيش مجتهد. طب ده مصادم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ او هو موافق في الاولين، كلام النبي كويس جدا حلو ياخذ منه في الاولين، لكن الاخرين ما فيش فيه مجتهد. وهذه دلاله على الجهل المركب، وهذه دلاله على انه هذا السبيل مسلوك لامرين، لأمرين: تمرير الانحراف العقدي اللي لا يمكن لرجل يعتقد في الله كما يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه، تمرير الانحراف العقدي. ولذلك قال قائلهم يعني مسألة تأويل الصفات اللغة تساعده، ودام اللغة تساعده يعني هذا جهل مركب، ده جهل مركب يتنامى، اللغة تساعده. فالمسألة خلافية، مثلها مثل أن تسبح وجوبا أو استحبابا،
وأنت ساجد بتقول سبحان ربي الأعلى. حنبلة يقولون بأن التسبيح إيش واجب، من ترك متعمدا بطل الصلاة. الأئمة الثلاثة قالوا أن التسبيح مستحب، يعني لو أنت هيئة السجود أتيت بها دون أن تسبح صلاتك صلاتك صحيحة. فهو بيقول كهذا خلاف، خلاف في الأسماء والصفات كهذا الخلاف، جهل مركب. ويأتي آخر فيصعد على الناس ويوهم الناس، يقول والمسألة خلافية بين أهل العلم في الاستواء، وإن كنت أرجح بأن الاستواء يعني على مقال الإمام مالك الاستواء في مالك. إذا أنت أبعد الناس عن مالك وأنت توهم الناس تقول اختلاف أهل العلم، قل يا رجل إن كنت تجهل فهذه مصيبة، والمصيبة الأكبر إن كنت تعلم فتوهم. لأن النبي وش قال يعني في هذا الباب؟ قال ينزل ربنا، هذا النبي الذي قال. فأنت تقول واختلف العلماء على قولين، قال بعضهم تنزل رحمته ينزل أمره. طب يا عم الناظر يا أستاذ يا فاتح العلوم، النبي جاهل هذا الكلام أم علم؟ أريد إجابة، جاهل هذا الكلام أم علم؟ أجيبوني أنتم. لا قل الفرضية الأولى وحشاه بأبي وأمي، جاهل هذا الكلام. أيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يجهل؟ أينزل الله ويوحي إليه ما يجهله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أم المصائب، لأنه في الأولى لا يستطيع أن يقول ذلك. خذ الثانية، لا هو يعلمه كتب. طب النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفتان، وظيفة البلاغ ووظيفة البيان. إذا بلغ ولم يبين، قصر ولا ما قصر، وهم كذب في ذلك. طبعا هذا لازم، هم لا يقولون بهذا، هم كذب في ذلك. أنا أجهلهم في ذلك. ليش؟ لأن الله جل في علاه قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. هذه وظيفته صحيح. وش قال الله جل في علاه عنه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه. هل حدث ذلك؟ فلما لم يحدث ذلك علمنا أنه بلغ تمام البلاغ، ولذلك بشره الله جل في علاه أن مكافأة البلاغ والتمام والكمال وش هي؟ أسرعوا ها؟ إذا جاء نصر الله، هذه المكافأة جاءته. أنزل الله إذا جاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في ديننا أفواجا وسبح بحمد. وقال ابن عباس هذه إشارة من الله جل في علاه على دنو أجل نبي، لأنه قد أتم بلغ فأتم البلاغ وأتم البيان. من قال استوى استولى لازم القول أن الله له عجز ونقص، وهذا كفر، لأنه استولى ولا يمكن أن يستولي إلا أنها حدثت إيش؟ المنازعة. ولما حدثت المنازعة حصل الاستيلاء على ما في يده، ثم رده. وأكذيب هذا القول في الكتاب كالجبال. أما قال ربنا الرحمن في كتابه القرآن في البرهان قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فلذلك هذه من اللوازم البطلة التي تتكلم عنها في هذا الباب. ولذلك قلنا كن رويدا رويدا، كن على الجادة، وإن الله يمحص، إن الله ينظر في القلوب. كلما كانت القلوب نقية كلما تشبعت الهمة. فلذلك نقول في هذه المسائل ما في طالب علم يعتد به طالبا للعلم إلا هو يعيش بين الربوع الكتابي والسنة، سواء بقى بالمذهب أو غير المذهب. المهم أنه يعيش في أصل أمره بين إيش؟ بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنا سأقول لك ائت بهؤلاء المخلدة واجلس معهم وقل لهم تعالى هذه المسألة مخرجة على إيش عند الشافعي أو عند مالك؟ يعني من باب الشكر للأفاضل، وأنه فضيلة الشيخ مصطفى أنا أراه بين روحين، وهو فضيلة أبو مصطفى أيضا فضيلة الشيخ محمد مصطفى نراه بين روحين، فضيلة الشيخ مشهور حسن. أنا عندي من أرقى المحققين، وهو طبعا كان فيه أيضا علاقات. إن شاء الله سيكلمنا أيضا كلمة بإذن الله. يعني وأنا كنت صراحة وبيت النية على وجود الشيخ أحمد شحاتة الذي جاء الغبار، والغبار لا يغطي على مثل الشيخ أحمد شحاتة. كنا نريده أيضا لأن هذا محدث المحدث اللامع الرائع، وإن جاهل من جاهله، لكننا أردنا أن يعني نظهر واجهة علمائنا وكبرائنا، والذي لا يعرفه كبيرا لا يمكن أن يتعظم ويكبر بحال من الأحوال.
وعودة على بنت سلفية اشترطت على نفسها العلم، وجب أن تنتفي بهذا الشرط. ولا سلفية إلا بالعلم، ولا يمكن لهذه الأمة أن ترفع رأسا إلا بالعلم. والعلم له ناس وله طرق، وأنا أثبت وبينت لأخوة ترجع للشروحات البون الشاسع والفرق الواسع بين تأسيس طريقة التعليم عند المتقدمين وعند المتأخرين، مسألة من أعظم ما تكون. وأيضا قد قلت قبل ذلك وأقول وأكرر، إتقان العلم بوابة العلم إتقان العقيدة. كل من انخرم عنده باب العقيدة تجد له انخرام حتى في العلم الذي يتخصص فيه. قف وانظر وسترى عجبا، لأنه أنا قلت قبل ذلك العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. إذا أغلق الله عليك باب أن تعلم، أن تتعرف عليه وأن تعلم يعني عن الله الأسماء الحسنى وصفات العلى والربوبية والإلهية، إن أغلق الله عليك هذا الباب سيفتح عليك باب أخرى. ماذا تظن المسألة في الفقيه اللبيب الذي يرى من فوق العرش كيف يدبر ويصطفي؟ قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. قد نجد من عنده الآلة يكون ذكيا جدا وقادا، ولو لكن الهوى يأخذه أو الفكر أو الطائفة أو الحزب اللي معاه فيؤثر عليه، فلما يؤثر عليه لا يسير على النهج. قال بعض المؤرخين من العلماء النبلاء، ما الذي جعل الفارق بعيد بين ابن تيمية والسبكي؟ يعني السبكي أنا أدين الله بأنه رجل بلغ درجة الاجتهاد المطلق، ومع ذلك أين هو من ابن تيمية؟ المسألة هنا كما قلت استقامة الاعتقاد، استقامة الاعتقاد، لأن التوفيق من ذلك، لأنك في الناحيتين تعلم عن الله، علم عن الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى اللي هو العلم بالله، وهذا أشرف العلوم، فأشرف العلوم يعرف من شرفي، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ثم العلم بأمر الله وبنهيه ملازم، هذا فرع عن أصل. إن خرم عندك الأصل كيف تتقن الفرع؟ يعني كيف تكون ممتلئا بالفرع؟ قد تحمله، قد تفتح بابه، لكن تكون ممتلئا، هذا أمر فيه كبير النظر، لذلك أنا أطلت وأسأت الأدب للإطالة، لكن أردت شكرا لفضيلة الشيخ على ما رأيت منه وتكلمت معه، فوجدت أنه يسير بين الوحيد. كنا نريد فضيلة الشيخ أبو إسحاق أيضا تكون له مشاركة طيبة من أجل أن يعني دائما كان يشهد الشباب من أجل السنة والتمسك بالسنة، لكن هناك عارض، وعارض ضئيل حسب نفسه كبيرا، فوقف عارضا الضئيل، يعني جعل كان ضئيلا ليحجب شمسا عظيما، لكن لا يحضرها، لكن يعني كرامة الشيخ وفضل الشيخ ومكانة الشيخ عندنا تجعلنا نقول نحمل الجميع فوق الرؤوس، كل من كان قريب من الشيخ ولو مشى بجانبه وسلم عليه سنحمله فوق الرؤوس لمكانة الشيخ عندنا، بل أقول ليست لمكانة الشيخ عندنا، لمكانة الشيخ من السنة، ولأنه يعض بالنواجز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذ حضرتك الدكتور محمد طمر كان موجود، فيكون بجانب حضرتك، وهذا هنا ونريد أن نمتعنا بعده على السنة. ولا هذا أنا لا أتكلم عن طويل، أتكلم عن العظيم من أهل السنة وأهلها. بكون معك فضيلة الشيخ محمد، أنا آسف وأعتذر لكم، أنا معكم، يعني في الختام إن شاء الله نجعلها حوار، الذي يرى أن هذا الكلام يعني فيه مناقشة نفتح النقاش على مصراعي، ونحاول وسنكون أكون معكم إلى آخر اللقاء. سعادتي أنه انتصف الطريق، ولله الحمد منا صحيح مسلم انتهى، وأيضا سنن ابن ماجه أنهاه الله لنا فعلا، سنن ابن أبي داود أنهاه الله لنا، سنن الترمذي ما بقي له إلا ربع العبادات وانتهى منه الصوم والطهارة على نهايتها والزكاة على نهايتها بفضل من ربنا ونعمة. بقي الشاطر الثاني للكتب الستة، كان هذا بيني وبين ربي في مكان كنت أحسب أنني سأخرج منه على خشبة الموت، فأعدت
عبد ربي إن خرجت مع 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 تنفس الصعداء سيكون هذا همي في حياتي. فنسأل الله أن يجعل ذلك مزيدا. سيدنا العلامة محقق الشام هذا قمر الشام حقا لو نظرت لكثير من تحقيقاته الماتعه تعلم القلم المحرم وتعلم سعة. انا كنت اقول في كثير من التحقيقات التي اقرا فيها تحتها ابو فلان الازري فكان يقتلني ابو فلان هذا قتل كثيرا من الناس. كنت انظر في تحقيقات فضيله الشيخ ابي اسحاق في سعة التخريجات ما وجدت من يتوسع جدا في هذه التخريجات والطرق بعد الألباني مثل الشيخ أبي إسحاق فضيلة الشيخ مشهور أيضا تحقيقات ماتعة جدا في كتب الآن موجودة في الأسواق كتاب الورقات بتحقيق هي وكتاب الموافقات. صراحة كل طالب علم يحتاج إلى الورقات. أنا أقول ضاع عليك علم كثير إن لم تأخذ الكتاب بتحقيق فضيلة الشيخ مشهور والموافقات كذلك وغيرها كثير من التحقيقات الماتعة على يد سيدنا و إمامنا وهو فضيلة الشيخ مشهور شكر الله له من عالم النبيل دامس الخلق متواضع أيضا. فنسأل الله أن يشكر له ويشكر لكم. نسأل الله أن يغسل لنا من علمائنا فإن طوق النجاة منوط بالعلماء والأمة إذا فقدت العلماء ذهب وهذا عودة على بيت ما فيش مشتهد. طيب ماذا سيفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم يرفع العلم صحيح ويظهر الجهل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم ما فيش مجتهد. شوف بتسوي إيش الآن حتى إن لم يبقى عالم لم يبق عالما ها اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فضلوا وأضلوا. إذن على الدنيا السلام ما فيش مجتهد يبقى ما فيش دنيا. شوف اللوازم كأن الذي يتكلم بهذا الكلام جهل وجهل مركب. لما يقول ما فيش مجتهد يبقى ما فيش علماء يبقى ما فيش دنيا لأن الله كتب الفناء على الدنيا ليش بقبض العلم صحيح برفع العلم وظهور الجهل. فالمسألة لو جلست من هنا إلى يوم القيامة نتكلم فيها بالأدلة لا أحرقنا أودية ولا أغرقنا من لا يستطيع السباحة. وصعد علينا وقال أنا سباح الضهر. فالحاصل أمره يعني فيه ما فيه لكننا سنبقى على الطريق ونعلم أن النبي أناط الخيرية بطلب العلم. قال من يرد الله به خيرا وش قال يبقى معنى كده إلا ما فيش فقيه يبقى ما فيش خيرية. مشكلة عجيبة جدا في هذا الباب. لذلك الشنقيطي يعني قص الرؤوس ذبحها قال وقد اشترطوا شروطا يعني لا يمكن لأحد أن يحصلها بحال من الأحوال في هذا الباب. طبعا أطال النفس جدا في الرد عليهم في قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ماذا يفعلون بقول النبي بلغوا عني ولو آية. من تعلمها وأتقنها واجتهد فيها صار عالما بها. المسألة كبيرة لكننا نحمد الله على أن مجالس العلم تنعقد. وقلت لا تحدثني بشوبش الفرح. عارفين شوبش الفرح ولا مش عارفين؟ وصل ما عالم الدنيا المختص في شوبش الفرح. ضجة إعلامية زائفة وأنا أقول قف اطرح ما عندك وأرنا موافقة العلماء ومخالفة العلماء وفهمك لأصول العلم وأصول المسائل واستخراجك لها. ونحن نازل إحنا سنأتي بالنساء والرجال خلفنا ونصفق لك ونصفق. لكن تدخل على خشبة المسرح وتقول وصل لا ما وصل لا تأكل معنى وصل
ولا تسير معنا ايضا كهذا علم الدنيا. لا 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 بين لي ما عندك، بين لي اتقانك في تحصيل العلم واعرف تقييمك، واسمع اسمع طرحك في العلم وانتقي ما تقول، واعرض قولك على العلماء وعلى طريقة العلماء وانظر اين انت منه. فهنا هقول وصل بس هتكون وصل خير مش وصل لان العلم له اصول، وكما قلت العلم اصطفاء في قله لكن غير منعدم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والامه لا يمكن ان ينقطع فيها الخير حال الاحوال. من قال ما في شهيد قلنا له ماذا تفعل بقول السلام امتك المطر لا يدر الخير فيها في اوله ام في اخره. من يحجر واسعا ويقول وفي واحد ممكن يتعلم اكثر من تخصص، لا يا رجل ده انت اصلا طالب علم فاشل ان لم تتقن العقيده اصلا اصالته، طالب علم فاشل اصلا ان لم تتقن العقيده اصالته. ثم اذا كنت متخصصا في الحديث او في الفقه ان هذه اشرف العلوم بعد ذلك، لم اجد منك مسكة الذكاء والفطنه في النظر عند التاصيل والتقعيد، فلا خير في ان تكون طالبا، لست طالبا للعلم ابدا في هذا الباب. في علم الحديث لم اجد نعومه النظر في مساله الترجيح عند النظر في قول العلماء في الراوي جرحا وتعديلا، وان تكون ايضا دقيق النظر في علم الشذوذ والحلل، فانت اين انت اصلا من طريق العلم. فلذلك دعني اميز ودعني ارى ما فيك عند طرحك، وننظر ما عندك من الاتقان والرسوخ، وننظر كيف تستخرج الفروع على الاصول بنعومه النظر او بانعام النظر. انا بقول بنعومه ليش؟ لان العلم حرير وما لا يستطيع احد ان يمسه فيشعر بلذاته الا من رق طبعه ونقى قلبه وكان صادقا مع ربه، صدق ربه وصدق ربه. فهنا يتسع المجال. اسات الادب مره ثانيه باطاله الكلام، وانا والله ما اردت الكلام لكن ماذا افعل؟ كما قال فضيله الشيخ الذي دائما يحبنا ويكرمنا ويجمعنا في هذا المكان المبارك جعله الله خلاص لوجه ذلك الا اطيل حسن العهد من الايمان وفاء. اولا ما اسعدني بكلمات سمعتها اعمق في اعماق ودخل نقي عظامي واسعدتني سعاده ملأت الدنيا بأسرها فلم أرى للدنيا مكانا، لكني أقول حسن العهد من الإيمان. كان لابد في هذه الأوقات معنا من مشايخنا الأفاضل كثر، كنا نريد أن نعرف طلبة العلم بهم، وسأنبري الآن لبعض مشايخنا الذين وأنا من نعومة أظفاري أجلس تحت أقدامهم، وهم من المحققين من الرفعاء من النبلاء من العلماء جاهلهم الكثير. كفاني بقول عمر كفى بأن الله يعلم. فضيلة الشيخ محفوظ الرحمن هذا الرجل هندي، هذا العالم المالي هو عند ربي الآن، أسأل ربي أن يسعده بما كان يصنع بالسنة تحقيقا وتدريسا. وكم جلست بين يديه محفوظ الرحمن تعريفا وديزا للإخوة، هو الذي حقق كتاب العلل للدرقطني. قلت طعماء أكمله بلغ إلى أنس ومات، ومات حتى بعد اختبارات الطلبة. وكنت أجلس كان يشرح النخبة فأجلس بين يديه، أنا عندي غضروف عشان الكورة، فكنت أبتعد القصد الظهري فاشتد علي محمد أنا رعبت، يعلم الله كيف أحترم كل أهل العلم وطلبة العلم، ومن وسموني بالحدة سأفسر الحدة والشدة التي يعني تكون منه. لا تأتي عند الأسد وتلعب،
أنا لا ما أقول أنني أسد، لكن أقول مغبون أنت مغفل عندما تأتي عند الأسد وتلعب. لا تحسبن بأنه إن ابتسم يبتسم. إذا رأيت نور الليث بارزة فلا تظنن أن الأسد إيش، أن الليث يبتسم. المسألة منتهية، سأبين ذلك وأضرب مثلا حتى أبرئ ساحتي أمام الله، وإلا فأعمق أخي وحبيبي فضيلة الشيخ الرائع اللامع بأن يؤدبني ويقول: أما رأيت بأن الرفق أعظم الأخلاق؟ إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. لكن إني شافعي، وهذا العالم البحر قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، وأنا لست بحمار. فالغرض المقصود بأن فضيلة الشيخ محفوظ الرحمن قال: لما تتباعد عني؟ سكت أدبا. قال: هنا تحت قدمي. قلت: وأقبل أصابع رجلك؟ قال: لا، هنا تحت قدمي أستفيد منك وتستفيد مني. أعوذ بالله، بل أنا ما جلست بين يدي النبلاء وتكلمت بكلمة. كان الشيخ صالح بن عثيمين أجلس بين تحت قدميه في الخلف ومعي ورقة صغيرة، الناس يكتبون وأنا لا أكتب شيء، أنظر إلى فيه وأنظر إلى التأسيس الذي يخرج عليه، فأكتب القاعدة وأضع في جيبي حتى أقامني في درس. قال: قم 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 قم، وحسبك أن الشفعي لا في كفه مع مالك. خفت فسألني سؤال فأجبته، فنظر إلي وقال: اجلس. كانت هذه عندي بالدنيا، لأنه كان ما يترك أحدا، عينه دوارة في طلبة العلم، ينظر الغافل والنائم ويعطيه الماء يرش عليه، ما يسكت، كان يفعل ذلك. الشيخ محفوظ قال لي هذا الكلام الشاهد وفاء. أذكر فضيلة الشيخ النبيل المحدث محفوظ الرحمن، أنا أفي له وأفي فضيلة الشيخ أبي إسحاق. الشيخ أبي إسحاق أيضا أتى دبي وأخذ، يعني كان في لقاء بينه وبين فضيلة الشيخ محفوظ الرحمن، وتعلمت من هذا اللقاء كثيرا كثيرا. وجدت الشيخ أبي إسحاق، تعلمون الشيخ أبي إسحاق لا يسكت، رجل السنة ملأته فصاحة، ما تكلم بانتشار، وجلس يستمع لشيخ محفوظ الرحمن وهو يتكلم على المخطوطات، وما تكلم، ما عقب حتى عليه بشيء. أدب جم، علم رائع ونبل واضح. نعم، فلذلك يعني أفي له فضيلة الشيخ محفوظ الرحمن، وأفي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق عالمنا ومحدثنا وشرف مصرنا، وهو نتشرف به في الأمصار. أطال الله في عمره ومتع الله به، ولا يشوش على 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 كبير مكانته ورفيع منزلته طالة جاءت في الوسط، لكنها لا نعبأ بها ولا تساوي شيء. فنفي لفضيلة الشيخ، وأيضا نفي لفضيلة الشيخ مصفر بن غرام الزاكتميني المحدث اللامع الباني الرياض، عالم الدنيا له أبحاث متعة. يحزنني أن الكثير لا يعلمون عنهم شيئا، له تصانيف تذهب إلى يعني تسير مسير الشمس في الأقطار، منها نقد بدون السنة وقد شرحته وفاء له، وأيضا التدليس، وأيضا مباحث السنة الترمذي في العلم، وكان رجلا فذا، كان فذا رحمة الله عليه، مات صغيرا عليم، مات صغيرا، ولكن سينشر الله علمه بإذن الله تعالى. كان مقدرا فضيلة الشيخ محمد حجر غفر الله له، كان لابد الشيخ محمد شحاتة يكون معنا، وما قصدت أن يكون معنا إلا وفاء ورب العزة.
فإن كان قدر الله غالب لم يأتي الشيء اسمه حاضر علمنا شرف الإسكندرية هذا المحدث النامع الحافظ السبت. نسأل الله جل في علاه أن يطيل في عمره ويحسن في عمله وفاء لمشايخنا مشايخ الدعوة بأسرهم لهم الفضل علينا ورغمت الأنوف وشاهد الوجوه من يمنعنا أن نذكر فضلهم وأن نذكر ما كان لهم علينا من فضل. أخطأ منه من أخطأ وأصاب منه من أصاب. نحن لا ندعي أجنحة لأحد ولا ندعي الملائكة الملائكية لأحد. نفي لهم ونشكر لهم إحسانهم لنا وتعليمهم إيانا. وأيضا كان التخصيص بالذكر لفضيلة الشيخ النبيل رفيع القدر والمنزلة فضيلة الشيخ محمد سعيد المقدم. لكن أنا تقاصر بها الزمان والوقت ما أستطيع كيف أذهب وما خفت أن أتصل على الشيخ يقول هذا من سوء أدبي فأردت أن أذهب ما أعرف ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أفي له عالمنا النبيل الرقيق صاحب القرآن هذا الذي حقيقة الأمر كنا نصلي خلفه في مسجد الفتح في القيام كنا نرى القرآن مترجما عند القراءة. هذا حقا رجل القرآن رقة ونبل ورفعة وعلم. أفي لمشايخنا جميعا من أهل مصر وأيضا لمشايخنا في جميع أقطار الدنيا لا سيما أهل السنة. البخاري يقول إذا علمت برجل من أهل السنة في مكان أرسلت له بالسلام فإنه إلى قيل. كما أفي إخواني الذين شرفونا وأسعدونا بهذه الوجوه الطيبة النيرة حضروا معنا وأحسنوا إلينا وأسعدنا بهم عرسا جميلا الانتهاء من نصف الطريق صحيح مسلم سنن الزمالة سنن أبي داود وفي الطريق سنن الترمذي ما بقي إلا ربع طابع. أيضا أفي لأخي وصديقي ورفيق دربي فضيل الشيخ براء أسأل ربي أن يحفظه. هذا رجل مبارك أردت أن أتكلم وما أردت عمتنا ما أستطيع أن أشق عليه لكني وربي رأيت في عيونه وقلبه المبارك هو يعيش يدعو ربه في خفاء أن يكون كهؤلاء الذين من الله عليهم بكليات الخيرات. شكر الله له شكر الله للأستاذ محمود القراضي شكر الله للجميع. إخواني الكرام أعود لأظهر سعادتي الغامرة بهذه الكلمات التي سمعتها من تقصير. والله أنا وجب علي أن أجلس تحت يدي الثلاثة أتعلم على أيديهم فضيلة الشيخ محمد أنور الشيخ محمد حجر. هؤلاء يعني عشت معهم بالقلب في بعض الكلمات التي فيها نيرات التأصيلات. قلت لا تحدثني عن مذهبك حدثني عن دليل مذهبك واطرح ما عندك لنرى ما هي مكانتك. أختم حتى لا أطيل بعد الوفاء للمشايخ والإخوة الفاضل لست حادا ولست جديدا ولا قاصرا. أخونا عمرو يعلم ذلك لكنه يعاتبني كثيرا على الشدة أيضا وهو يعلم أتراني شديدا. أنا لو وقفت الثلاثة لا أقسم بجد محمد أنور كان كثيرا ما يعاودني ويقول يعني اهدى. الأسبوع الماضي حجر أيضا عاودني فقال لي اهدى صدقوني. الأخ حسين قمر كان يقول هذا الرجل أليم ما يكون لكنكم لا تحسنون الصناعة في التعامل معه وهذا صحيح. قلت أنا شافعي إلى مشاشي لكني أقدم الدليل على الشافعية. ولذلك كان عندي حلقة الأسبوع الماضي اتصل بي أخ وقال الشافعي قال البدع الحسن ربيع السيدة
أخذت معي على الأقل نصف ساعة. اتصل بها رجل سعودي هو من العلماء هناك، كان في مرة في الصفا يوم السبت، اتصل قال لي كلمة أبكاني لكنني تعجبت، قال أنا أدعو ربي أن يكون العلماء مثلك. فتعجبت جدا جدا، تعرف السعودة أمر أدرى مني يعني يدوم فخامة في المسألة. قال لي ويعني تعجب من جواب، ثم زادني في كلام ابن عباس على هذا المنهج. قلت أنا شافعي لكن الدليل أحب إلي من كل الشوافع، وإذا ظهر الدليل أموت أموت إن لم أظهره في الملأ. وعامة ولله الحمد منا في المهذب يرى الإخوة ذلك، وكيف الخروج، وفي كل خروج كان في وجه من الوجوه. هنا فضيلة الشيخ محمد أنور ذكرنا وبينا كيف المزني على في السماء، كيف النووي على في السماء. سأقول شيئا ليس زيادة أنا تعلمت منه، لكني بعد ما هضمت هذا التعليم أشير إشارة، العلماء قاطبة يعلمون أن الرافعي أقوى من النووي حديثا. العلماء يعلمون أن الرافعي أقوى من النووي حديثيا، ولكنه لم يرتقي عليه. ليش؟ تقوقع في المذهب. أما النووي لا، النووي لا. انظر في صحيح مسلم ويتكلم عن مسألة الوضوء من لحم الجسور وغيرها من المسائل التي قال والسنة فيها، السنة في أن يتبع السنة. فأنا لست جديدا ولا حاب، لكن من استفزني ماذا أفعل؟ أطبطب عليه. حاضر أتتكلم؟ حاضر لو تريد الآن ماشي، لو بعد الكلمة ماشي. حاضر. فأنا الآن ما فعلت شيئا، أنا قلت كلمة واحدة، ما تشكنيش، سأقطع رقبتك ورب العزة لا أترك فيها شيئا. لما؟ والله ليس لي وليس منه، ولكن ورب للدين. لما أجد أحد يستهين بالسنة، لما يقال له أنت ليه ما بتتكلمش، قال لك رسول الله الكلام ده ولا إيه اللي ولا، قال لك رسول الله ولا. ولما تقول له قال رسول الله، يعني أنا تكلمت في المحافل والأخ تعب مني جدا، لكن هو ربنا جابها لي على طبق من ذهب، ما بينت في المذهب وأنا أشرح. فقلت من يقول بهذا الكلام؟ مش السنة على هذا؟ أليست هذه عبادة؟ وقالوا بالاستحباب، وطبعا عرضها النووي والرافعي وبينت ذلك. فقال لي بعض علماء المذهب استحبوا يا ابن الحلال، استحسنوا استحب مين يا ابن الحلال؟ الحمد لله ان الباء لم تنقلب ميما. استحب يا ابن الحلال. الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، من يجرؤ على ذلك؟ لا لا لا، تخبرني بمستحب وهو في مقام التكليف، والمستحب ده في الاصول ايه؟ عشان كده مش متعلمين اصول، مش عارفين اصول المستحب ده ايه؟ مش حكم شرعي؟ الحكم الشرعي من يشرعه؟ العلماء. ها من الذي يشرعه؟ ليش؟ صح كده، ممتاز. ده الذي يهجم على الهلكة. المستحب الذي يشرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ليست ساحتك تجنب، لكن لا تغامر، فالزوايا فيها خبايا، والعلم له أناس. فأنا أصلا لا أعادي أحدا، يعلم الله، وهذه ستكون يوم القيامة على منصات يوم القيامة. أنا لا يمكن أضع في قلبي لأحد شيء، ولا يمكن أعادي أحد، حتى بعد طلبة العلم. أنا يا أخي أعوذ بالله، حتى كلامه علميا يعني مش موفق، وأطال لسانه على الحديث، وأطال لسانه على العلماء. كثير كان يجدد علي لأقدح فيه كلامه، أقول لا والله، من كتب الله له قبولا في شيء الله له حكم. ولست أعادي أحدا، أنا أعادي الطريقة، أعادي المنهج، الأشخاص أنا لا أحكم عليهم، الأشخاص فوق. قال له يا رجل أقصر، قال خليني وربي عامر بالمعروف مطيع، والآخر عاصي ومتعدي. يا رجل أقصر خليني وربي. في الثالثة قال له ليش؟
والله لا أخبر. وش كيف لابد أن تفقهوا كيف يتعامل الله مع عباده، وإيش اللي جعل هذا الرجل في النار وهذا في الجنة؟ هذا الرجل في علو متشبع في الداخل، تكلم على أنه رب، تكلم على أنه رب، فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا. وش قال الله جل وعلا؟ أكنت بي علما أم كنت على ما في يدي قادر؟ عذبتك وغفرت لك. فالتشبع والامتلاء عند التكلم، ويقول لك وبعض صغار الفقهاء يا رجل أنت ما تدري، ألا تسمع أذنك لسانك وهو يتكلم؟ كيف ترحق؟ أين قوة علمك في هذا الباب؟ ولما يأتي ويقول لك ها ها لم يراك مجذوب، أو ده سيد عمر 24 مش 25 اتقال للرتبة، يقول لك بيرجع ها ها يا مغفل أنت غافل أنت جاهل من دليل اسكت اسكت يقول لك ترجيح هيا ترجيح أنت هل أنت ما علمت أن الخلاف واقع سنة كونية ودفعه سنة شرعية واجبا؟ أما تعلمت لأنك جاهل ما تعلمت بتضحك ها ضحكوا مني فيه ولا يعلم ما يستقبله بعد ذلك. نعم أغضب ربه أم أرضاه، لأنه الحق أن الاختلاف سنة كونية ولا يزالون مختلفين. صحيح والنبي بيّن أنهم لا يعلمون كثير من الناس بدء الخلاف سيقع فيه، وبالسنة الشرعية لابد من دفع، لا يرضى بالخلاف. إنما أنت تأتي تقول نعم اعرض الخلاف، أنا أحارب من يحمل الناس على أحادي المذهب، لكني أيضا أقول بعد الطرح واجب عليك أن إيش؟ أن ترجع، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا خذ فصل الخطاب عشان ما أطيل. أما قال النبي إذا اجتهد الحاكم أكمل الحديث لو سمحت فأصاب فله، وإذا اجتهد أكملوا كلكم بالله فأخطأ، يعني الخطأ وارد غير وارد، يعني في خطأ، يبقى إذا الحق غير متعدد. التأويل بقى والتوجيه الخائب اللي يقول لك لا ما هو ده عند الله، فاهم التوجيهات هذه التوجيهات البليدة الباردة لمن لا يدخل. نقول له يا رجل لما الصحابة شد بعضهم على بعض؟ لما قام ابن عباس يقول لمعاوية ما تمسح النبي إلا بالركنين اليمنيين؟ قال ليس من البيت شيء مهجورا، قال لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدقت. لما صار علي بن أبي طالب على ابن عباس قال إنك رجل تائه، إن النبي حرم المتعة، إنك تائه. لو كان الحق متعددا ما سكتوا، ما اشتدوا لسكتوا. أن تطرح نعم اطرح، لأن أصل ما قال الشافعي كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام صاحبي خطأ يحتمل. يبقى إذن المسألة دائرة على إتقان العلم، أنت لا تضحك إلا من جهلك وغفلتك، وضحك الضحك الذي سمعناه منك قيم شخصك، قيم شخصك جدا. فهذه في الحالة هذه كيف أفعل أنا؟ كيف أهدأ؟ كيف أهدأ واحد طالع مش فاهم أي شيء وعمل يقول وقال فلان وعلان ونحن وبعدين شوف كل اللي يتكلم في مسألة كلام الكرخي. والله مش أنا اسكت يا لساني هدوءا وكن مؤدبا فقل. طيب انتم الان رايحين جايين على الاعتزال للرجل، واحنا قلنا رجل في النار، ولا قلنا بانه فيما قال صار فاسقا فاجرا؟ قلنا رجل اخطأ قوله خطأ، انت تريد تقول لي عظمه فاحتمل ما قاله وافهمه على كبره؟ ده اسمه اعتذار يا جاهل، تعلم بين خطأ القول واعتذر كيفما شاء. الأئمة الأعلام اعتذر لهم دينا، وجب عليك أن تفعل ذلك. يعني لما الشافعي يقول يجوز للرجل الزاني أن يتزوج ابنته من الزنا، أو قال بهذا الشافعي. الآن نقول واحمل الكلام على الأئمة الكبار كبار كبار اللي بيحصل ده. لا أنا سأخطئ الإمام وأبين أن الذي قاله خطأ ويخالف الأدلة، مع أن الشافعي أدلته من أقوى ما تكون، شيء واحد قسم هذه الأدلة.
مسألة إيش؟ لبن الفحل. مش عايز أدخل في الفقهيات الآن، بس أقول مسألة قضية لبن الفحل هي التي ردت على الشافعي الأدلة القوية التي يمثل بها. لكن هل أنا الآن أمرر قوله دون أن أبين الخطأ فيه؟ وش اللي بيحدث هذا؟ الآن الإمام العلم يأتي بكلام موهم، وجب على التقي النقي ماذا يفعل؟ يرفع الإهام؟ لا، يرفع الإمام. عدم رفع الإهام ليس بعيد، لأنه خالف الكتاب بذلك. سلني أجيبك في الكتاب، تعرفون من الكتاب ما يدل على وجوب رفع الإهام؟ أسألك عاطف ولا بلاش؟ بلاش. تعرفون من الكتاب ما فيه من الوجوب على رفع الإهام؟ قال تلك عشرة، وش قال في الآية أولا؟ ها سبعة، فقال ها فصيام ثلاثة في الحج وسبع وسبعة. إذا رجعتم السبعة والثلاثة كام يا أخوانا؟ العرب لا يعرفون الحساب، لا يعرفون أن سبعة زائد ثلاثة عشرة. أجيبوني، يعني العرب يعلمون صحيح ولا لا؟ لكن قد يكون في الأمر وهم، يتوهم من يسمع أنه مخير بين سبعة وبين إيش؟ ثلاثة. لا، ده المطلوب منه المجموع. فماذا فعل الله تعالى؟ رفع التوهم. والشافعي قال ذلك في مقدمة الرسالة، كيف رفع التوهم؟ تلك عشرة كامل. رجل بيقول كلام عجيب، أي يعني آية أو حديث خالفت ما قال إمامنا فهي منسوخة أو معولة. طيب الآن أنا أقول اللفظ نفسه يوهم ولا ما يوهم؟ سيب أنه خطأ ولا مش خطأ، يوهم ولا ما يوهم؟ العالم الرصين ماذا يفعل؟ يرفع ليش؟ استنان بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع التوهم. وبعدين اعتذر للبحر الفهامة والعالم العلام وعالم الدنيا والزمان، لكنه لابد من إيش؟ لابد من تصحيح المسار برفع الإهام. هذا هو، وهذه الدقيقة التي لا يفقهها كثير من الناس. بعضهم قال وأن حتى ما أتقن المسألة، مسألة أن الغسل سبعة وتعفر ثمانية بالتراب، هذه بين الملكية وبين أو بين حبيلة وبين الشافعية، الشافعية يقف على السبعة، والصحيح أن غسلة التراب مستقلة. فيعرض بعضهم نقل لي هذا العرض، يعني بأن أبو حنيفة، أبو حنيفة طبعا يقول يكفي في الغسل كم؟ ثلاثة، صحيح. فهم يقولون أنت المفروض تقول وهذا الإمام العلم لم يبلغه الحديث. لا، ليس هكذا الطرح العلمي، ليس هكذا الطرح العلمي. الطرح العلمي ماذا يقال؟ الآن الإمام، شو الطرح العلمي أيضا بالاعتذار للإمام، الإمام لا يتكلم بهذا الكلام إلا بإيش؟ بدليل. فأتي بدليله وبين الدليل ووجه الدلالة وعمق النظر عند الإمام في هذا الموضوع. طبعا يتمسكون بحديث أبي هريرة، جاء موقوفا في الغسل ثلاثة، مفهوم؟ وهم يعني يقولون بها، يقول أبو هريرة هو الراوي، لأنهم عندهم، شوف أنا بقى تعرف الطرح هنا بعمق العلم، إن الأحناف عندهم قاعدة أصولية تقول إذا خالف الراوي المروي فالقول قول الراوي لا المروي. وده تأصيل معوج، تأصيل معوج سيدفع كثير من السنة، وده اللي أضعف مذهب الحنفية في هذا الباب، ودي حقيقة لابد أن نطرحها ولابد أن تعلم. فأنا إيش أفعل؟ أأتي بالإمام وقول الإمام ودليل الإمام ومأخذ الإمام، ثم بعد ذلك أعتذر الإيش؟ للإمام. هذا هو العلم، هذا هو الطرح. أنا إيش أزيد إن أنا أأتي بسطحية المسألة؟ عمق العلم غير ذلك، عمق العلم. فأنا أصالة إن كنت بحتد أو بشتد على مثل هذا فقط، ولا أذكر أشخاصا، وأعوذ بالله أن أذكر أشخاصا، مالي وله، قد يكون قد حط رحله في الجنة وأنا أضرب بالنعال. القلوب عند رب العباد، كما قال أخونا الفاضل وقال فضيلة الشيخ أيضا الفاضل، المسألة القلوب محل نظر الله جل في علاه. فلا ندري من الذي له مكان من الغير الذي له مكان، لكن وجب رد الكلام الذي قد يوهم أو يغطي. ولذلك أنا قلت المسألة لها مآرب أخرى، تمرير الانحراف العقدي، وسيصل بعد ذلك لطرد السنة.
شيء واحد مزري في هذا الباب. المذهب 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 ممتاز. فين النبي 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 النبي؟ أنت بالمذهب بس تفعل ستجعل الذي يدرسه يعظم من يعظم المذهب. وانت مطلوب شرعا توقر وتعظم من؟ طب ما انا خليني وسط وعالم نبيل اقول لن تفهم كلام النبي الا بالمذهب. فانا بمشيك لي وخليك معظم للمذهب، وعندما اطرح اقول لك قف الدليل يخالف، قف الدليل يخالف، لان انا بنمي في قلبك ان تعظم ايش؟ النبي. لكن هم عملوا ايه؟ في بعض القوم، انا بتكلم على الغلو والجفو، ما بتكلمش على الاعتدال. بعض القوم وجدوا من القوم كل ما تقول لهم شيء يقول لك قال شيخنا، قال شيخنا، قال شيخنا. يعني طب انا بقى قال امامنا، مين هو؟ مين بقى اللي يتفوق؟ يبقى قال امامنا امام المذهب. فهو صدوا قال شيخنا بقال امامنا الاولى بالتقوى. لا انتوا الاثنين غلط، انتوا الاثنين انحرفتم على الطريق الصحيح. والجادة ما قاله النبي. أختم به لأنني أطلت، لكن الحمد لله أنا سعادة أن ربي بعد الوفاء أصل إلى هذا. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة تشرب الأعناق إلى النجاة بلسان الحال والقال. من يا رسول الله؟ وش قال؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان على ما أنا أو على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش؟ وأصحاب. يبقى المسألة منتهية. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم قولا وفعلا واعتقاد، ثلاثة، يبقى حيد عن الاعتقاد ليس على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيد عن القول وتعظيم القول وتوقير القول ليس على ما أنا عليه وأصحابه. أيضا فعل يخالف فعل السلف. وأنا يعني بطلع بالمنقاش من كتب السالفين أصول المذاهب وبين لهم هذا. وقلت في نهاية المطلب الجويني كتب كلاما يكتب بماء العين بماء القلب بماء الروح، عندما طرح مسألة في الشافعية في مسألة الغسل انه يعيد الغسل تعبدا زي اللي بتوضأ تعبدا، يعيد الغسل تعبدا، قال فيها عند أصحابنا وجهان، قال بوجه يستحسن وقال بوجه لا يستحسن، قال ولا يستحب فإنه لم يعرف عن السالفين. أسس الأساس الذي نتكلم عنه. أين دليل من السلف في هذا؟ قال لا يستحب في المذهب لأنه لم يعرف عن السالفين. فلابد أن نقول من كان على مثل ما كان عليه النبي قولا وفعلا واعتقادا له النجاة، والحيدة بتفاوت النسب تكون فيها الهلكة. استميحكم عذرا لكني سعدت بكم، والسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحبكم جميعا في الله. سيدنا ماذا أقول؟ أشكرك يا فضيلة الشيخ محمد، أشكرك يا عمرو أبو المال، فضيلة الشيخ المرة أحسنتني أنك لم تتكلم لكن أسعدتني أنك موجود. فضيل الشيخ الحجر والإخوة، أخونا فضيل الشيخ محمد فتاح غمرنا بجودي وكرمي وكلماتي الطيبة. محمد علاء يبتسم لخالي لعمه وحب عصر. نعم أعرف وزوج البنت. حفظكم جميعا، إني أحبكم جميعا في الله، والله أنا أسعد الناس بكم، شكر الله لكم. وأيضا كان لابد يكون معنا الدكتور بدران، الدكتور خالد فوزي، وفاء لهم أيضا ذكرت أسماءهم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوادي يحيي استبشرت وارتدات، سمحت للتتويج أغلى وشاع، سمحت للتتويج أغلى وشاع، يا رب فاحفظ بهم أمتان، تنتظر الفجر بهم والفلاح، تنتظر الفجر بهم والفلاح. ففي سماكم كوكب السعادلاح، الواديين استبشرت وارتدات، في محفل التتويج أغلى وشاح، في محفل التتويج أغلى.